يحتفل الأردنيون في 25 من أيار من كل عام بمناسبة تعتبر الأثمن على قلوبهم. ففي مثل هذا اليوم قبل 76 عاما أعلن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، ويستذكر الأردنيون في هذا اليوم شهداءهم وتضحياتهم العظيمة على ثرى الأردن وعلى أرض فلسطين. ويحتفل الأردن بمناسبة ذكرى استقلاله 76 وسط تحديات عديدة يتقدمها التحدي الاقتصادي والتحدي الأمني الذي يمثله الخطر الداهم على حدوده الشمالية مع سوريا. يقول الأردنيون اليوم إن جوهر الاستقلال هو قدرة الدولة على الصمود في وجه كافة التحديات والعقبات الاستثنائية والمفاجئة التي تؤثر على البلاد، وقدرتها على التعامل مع قضايا ملحة وضرورية باتت مطلبا لجميع الشعب الأردني وبكل مكوناته، كالحريات والاستحقاقات الديمقراطية والإصلاح السياسي ومحاربة الفساد وعدم الارتهان لأي إملاءات خارجية والوقوف في وجه الإرهاب والتطرف. ولا ننسى أن الاستقلال يشمل أيضا إظهار وإبراز دور الأردن بكل إخلاص وأمانة، دعمه للقضايا العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين المركزية، فلطالما كان الأردن والأردنيون في خندق واحد مع أشقائهم الفلسطينيين في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وتحقيق الدعم المطلوب في كافة المحافل الدولية، مع التأكيد على أن هذا الدفاع ليس دفاعا معتادا بقدر ما هو تصور نابع من عقيدة تحقيق الحق ودعم الأشقاء الفلسطينيين في بناء دولتهم على أرض فلسطين، إضافة إلى دعم الأشقاء العرب بقضاياهم العادلة في كل المحافل الدولية. وفي هذا اليوم يفخر النشامى بإنجازاتهم وما تحقق، وينظرون إلى المستقبل بثقة كبيرة لتحقيق المزيد والارتقاء بالوطن، مستمدين عزيمتهم من إيمانهم بالله أولا وبقيادتهم الهاشمية العربية الأصيلة، ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار وعالي الرايات ونموذجا يحتذى به في التقدم والنماء والعلم.